خصوص السؤال المرتبط بالأضرار ديال أو الحصيلة، نقول الحصيلة، هناك تغير طفيف في الحصيلة ديال الوفيات. احنا اليوم في 2960 شهيد نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم في واسع رحمته. لا، العمل في الميدان مازال كاين، لكن يجب أن نستحضر واحد المعطى أساسي في المنطقة. المنطقة الحمد لله هي منطقة اللي السكينة كتعرف بعضياتها، فمني كتكون شي حالة ديال الاختفاء ولا كذا يتم التبليغ ويتم. فهاد العامل هذا كان عامل مهم جدا وكان سهل من المأمورية ديال فرق الإنقاذ. على مستوى العملية الإحصاء والمنازل المتضررة والتي انهارت هي مستمرة، وهناك تنسيق ما بين مختلف المتدخلين، سلطات عمومية، منتخبين، إلى يعني مصالح ديال وزارة السكنة هنا، وأيضا وزارة تجهيز اللي كتقوم بالإزالة ديال كل الأنقاض، وغتبدا طبعا في إزالة هذه الأنقاض. كيف ما قلت، نتمنوا إن شاء الله يعني قبل ما تم أكتوبر أننا نكون انتهينا من هذه العملية. وطبعا الصرف ديال ذاك 2500 درهم شهريا تهي فور التوصل بهذه اللوائح. الحكومة يعني جاهزة، الميكانيزم حطاته مع لا سي دي جي، الاتفاقية توقعات مع وزارة المالية، دونك كل هالإمكانيات اللوجستيكية والآليات اللي كتسمح بتيسير وتسهيل هذه العملية، فتم يعني وضعها. فقط غير نكملوا من هذا، نتوصلوا باللوائح الأولى ونبداو في هاد العملية هذه. بعض الأسئلة طرحت حول المهام ديال الوكالة. طبعا الوكالة عندها مهام. اليوم الحكومة صدقت على مشروع المرسوم. لماذا مرسوم بقانون؟ للسرعة، باش نخرجوا هاد الوكالة بسرعة. اليوم الأربعاء تمت المصادقة على المرسوم بقانون، بداية الأسبوع المقبل سوف يتم عرض هذا المرسوم بقانون أمام اللجنتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، لكي نمر إلى السرعة القصوى في إخراج هذه الوكالة. لكن هل الحكومة سوف تنتظر إلى حين إخراج هذه الوكالة حتى تبدأ تشتغل؟ لا، الحكومة تشتغل منذ الساعات الأولى، منذ أن أعطى جلالة الملك التوجيهات ديالو للجنة البين وزارية اللي بدأت كتوجد في هذه البرامج المستعجلة واللي تكلم عليها السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باش توجد هاد يعني الصفقات العمومية وهاد المدارس اللي غتعاود تبنى والطرق والمشاريع اللي غتعمل في مجال الفلاحة والري والسقي وأيضا في السكنة. إذا كل هاد العمل هذا مستمر إلى حين خروج هاد الوكالة هذه باش تسلم هاد الملفات هذا كلها في شموليتها وتبدا في الإنجاز. المهام ديالها هي الإنجاز مجموعة مكونات المشاريع والبرامج. المشاريع ديال إعادة إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل هذه المناطق المتضررة، إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ديال هذه المناطق كلها المستهدفة كيفما أرادها جلالة الملك، تحقيق الالتقائية. لأنه لماذا الوكالة؟ لكن نحقق باش مول الطريق يتلقى مع مول التعليم ومول التعليم يتلقى مع مول الفلاحة، باش نحققوا واحد الالتقائية ترابية اللي تعطي النتائج ديالها. طبعا كاين امور تقنيه، النفقات، الاداء، النسب ديالو، المتابعه ديالو، هذه كلها من المهمات، لكن المهمه الاساسيه هي ان الوكاله هي التي سوف تشرف على تنزيل هذا البرنامج في هذه الاقاليم الست المتضرره من جراء الزلزال. غادي يجي وقت باش نقدموا معطيات اكثر. دابا الكلفه الان محدده، 120 مليار محدده، المشاريع اللي تعمل بشكل مستعجل وسريع باش نردوا الحياه بشكل سريع محدده، المشاريع اللي غادي ترفع من الجاذبيه المنطقه وتساهم في انها تولي منطقه اللي عندها واحد التنميه ترابيه كيف ما جا في البلاغ ديال الديوان الملكي نموذجيه. هذا عمل اللي غادي يستمر خلال هذه الخمس سنوات المقبله. العمل ديال الحكومه فيما يخص التكليف ديال جلالة الملك اللجنة التي ستشرف على المدونة غادي يجي بعد الانتهاء من هذا العمل كله. عمل الحكومة سوف يأتي بعد الانتهاء. الآن دابا الحكومة هي الآن الوزير العدل مع الرئيسين ديال
السلطة القضائية والنيابية عندهم مهام كبير جدا بإشراف من السيد رئيس الحكومة، فيه الاستماع، فيه الإنصات، فيه الإعداد. منين غتكمل هذه العملية من بعد؟ عاد غيجي الدور ديال الحكومة عبر إعداد هذاك المشروع ديال القانون في أفق عرضه للمصادقة أمام البرلمان. دونك حنا الآن الحكومة الآن هي يعني هذا الموضوع يبقى في يد هذه اللجنة التي سوف تقوم بإعداده. فرصة وغيرها من الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وغيرها من الالتزامات الواردة في مختلف المحطات اللي عبرت عليها الحكومة، بما فيها النظام الأساسي الموحد اللي تكلم عليه السيد الوزير واللي اليوم تيتحقق، واللي هو واحد من المداخل ديال الإصلاح المنظومة التعليمية في بلادنا. هذه كلها ملفات اللي يستمر فيها العمل بشكل تلقائي وطبيعي وعادي جدا. فرصة، أوراش، الاستثمار، الصحة، التعليم، هذه كلها ملفات فتحتها الحكومة بشكل إرادي بناء على التزامات واردة في البرنامج الحكومي، بناء على حاجة لإصلاح هذه الوضعية الاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها الحكومة. هذه سوف تستمر. علاش؟ لأن هذه دخلة في إصلاح ما هو استراتيجي، إصلاح قطاعات استراتيجية. النظام الأساسي اليوم اللي تكلم عليه السيد الوزير آخر نسخة تعود إلى سنة 2002. اليوم حنا في 2000 على مشاريع في 2024، 22 سنة لم يتغير النظام. كيف ما قال السيد الوزير، نظام لم يمس المكتسبات، بالعكس فتح آفاق جديدة وعالج مشكلات اللي طال الزمان ويعني وكثيرا ما طرحتموها داخل هذه القاعة، من قبيل التعاقد، من قبيل كذا، وحتى أن البعض في واحد الوقت شكك واش الحكومة غادي تقدر تخرج هذا النظام هذا وتعالج هذه المشكلات اللي هي مشكلات يعني مشكلات حقيقية. فمرة أخرى أريد أن أؤكد بأنه المجال الاشتغال الحكومي اللي مرتبط بالعمر الحكومي هذاك غادي، ما فيهش تأخر وما غاديش يكون فيه تأخر. اليوم هناك بعض المستجدات التي تعالجها الحكومة، فيها هذا الموضوع هذا ديال الزلزال، صاحب الجلالة عطاتو جهته، كاين حساب مرصد لهذا الموضوع، تعبئت له الموارد المالية ديالو، المغاربة الله يكثر خيرهم تيساهموا، يعني التعاون الدولي أيضا، تحددت الوكالة اللي غتعمل وتنجز البرنامج، البرنامج تحدد، الأضرار تحددت في الواقع. إذا هذا واحد المسارات اللي كتشتغل عليهم الحكومة بمستوى عالي جدا من الحكامة، للغاية والهدف هو أنه نواجه هذه الأمور الطارئة اللي كتحدث للأسف، بما فيها التضخم اللي هذه سنتين الحكومة تواجهه، بما فيها يعني ضعف تساقطات المطارية اللي كتواجه الحكومة وكتعمل له طرد دولو من أسفي حتى من سبو حتى الأبيرقراق. هذه كلها ملفات لم تكن يتوقعها أحد ولم يكن أحد ينتظرها، لكن الحكومة كانت عندها الجرأة باش تلقى لها الهوامش وباش تنجزها في أجال محدودة وباش تعمل إصلاحات دون أن تتلكأ بأن راه الوضعية ديال الزلزال ولا ديال التساقطات ولا ديال التضخم راه غادي نأجلوا شي حاجة. لم تؤجل الحكومة أي ملفات من الملفات المستعجلة بما فيها ديال الصحة والتعليم والشغل والاستثمار وملفات أخرى، وعالجنا وضعيات مختلفة، التعليم العالي، التقنيين، الممرضين، الأطباء، هذه كلها ملفات اللي تفتحت واللي مشى فيها الإصلاح بشكل كيف ما قلت، لأن هذا إصلاح يرتبط بعمر الحكومة وفي بعض الأحيان يتجاوز حتى عمر الحكومة. مطالبة الحكومة المقبلة أنها تستمر في هذا النهج. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.